النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي طقس العرب في الأردن، مرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة بإذن الله. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي انخفاض على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء، ليالي مائلة للبرودة بشكل عام، وحرارة حول المعدل مثل هذا الوقت من العام. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور أقمار صناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم والتي توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي انتشرت فوق القمم الجبلية العالية من منطقة الشرق خلال ساعات الصباح، لكن سرعان ما تلاشت هذه الغيوم وعاد الطقس ليصبح صافي من جديد. نذهب الآن وإياكم إلى خرائط توزيع درجات الحرارة أو الكتل الهوائية من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، حيث لاحظ انخفاض على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء. كما ذكرنا درجات الحرارة تعود لمعدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس خريفي معتدل متوقع أن يستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع في عموم المناطق، بينما ليلا يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد نسبيا في بعض المناطق خاصة في المناطق الجبلية والسهلية خلال الأيام القادمة وحتى عطلة نهاية الأسبوع. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاثة أيام القادمة. يوم الأربعاء 27-19 درجة مئوية متوقعة، وهي أقل مما سجلته يوم الثلاثاء. نفس الحرارة المتوقعة يوم الخميس، بينما يوم الجمعة تعود للارتفاع لتسجل 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 22 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.